نجي ناخذ باقي الأمثلة عن الاستبات، بعد ما أحتاجها راح أحذفها، وبدال الاستبات راح أخلي أدي هذا البلوك اللي هي divergence to or، أوكي، يعني راح يسوي تشعب للأور، راح الأور يقسمها إلى قسمين، أو نقدر نقول به احتمالين transition، والاس اف سي الثانيه اللي هي هذا الدايفرجن اند، العفو كونفرجنس تو اند، اوكي، وعندي بعد الكونفرجنس تو اور و الدايفرجنس تو اند. زين، كيف استخدامهم؟ بالبداية راح ناخذ الأور اللي هي الدايفرجن مالتها، اللي يعني بيها اثنين ترانزيشن، كل ترانزيشن شنو راح يسوي لنا، وناخذ الكونفرجنس مالتها اللي هي راح يجمع هذا الإشارات، واحد يوزع الإشارات، عندك احتمالين يصير واحد يجمع الإشارات، بعدها ناخذ الأند إن شاء الله. زين، خل نكبر هذه اللوجيك اللي عندنا حتى تشوفهم. زين، بالنسبة الآن طبعا انت مجرد افتهم شلون جاي يصير ترانزيشن، كل ستيب شنو جاي تسوي، ممكن في يعني اذا تشتغل سيمنز طبعا راح يكون معقد اكثر، فافهم هذا ان شاء الله يكون سهل. زين، اللي عندنا هذه الدالة اللي هي يسموها نطيها اسمي divergence to or، يعني الor راح تكون هي الحاكم الأساسي في هذا النوع من الدوائر. عندي T1 transition 1، أوكي، هاي transition 1 إذا الستيب مفعل هذا باستخدام أحد الانبوت اللي بيها، إذا هذا الستيب مفعل كان الترانزيشن 1 راح ينطيك للأوت 1، أوكي، والترانزيشن 2 راح ينطيك للأوت 2، فباستخدام أحدى الترانزيشن تريد تسوي out 1 تريد تسوي out 2، هذه هي دائرة OR، ونفس الستيب بي شنو بي output، فراح نستخدم هذا الستيب، وهذا الستيب أتوقع هذا النوع من الستيب أتوقع بسيط، اللي بعد اللي هو الكونفرجنس، هذا مجرد يجمع لك إشارتين أو ثلاثة أو أي إشارة تجيك، هذين الأربع إشارات راح يسويهم إشارة واحدة، أتوقع هذا مبسط. زين، نجي عندي transition 1 راح اربطه الى الاتجاه الايمن، وعندي transition 2 راح اربطه الى الاتجاه الايسر، فبهذه الحاله ربطت اني الستبات اللي او الترانزيشن اللي عندي. زين، هذا الستب حتى خلينا ناخذ من الانيشال اشاره، اوكي، زين هسه الانيشال اذا صار عندي بي ترانزيشن راح يشتغل عندي هذا الاور، هذا الاور إذا صار عندي transition 1، أوكي، راح يروح إلى step معينة، وإذا صار عندي transition 2 باستخدام المفتاح الأيسر راح يروح إلى step أخرى، أوكي، فصار عندي 2 step، تقدر تستخدم بس واحدة، واضح؟ فهذا transition الـ OR أو هذا الـ step OR بـ 2 output، أول output راح يشتغل باستخدام transition 1، والثاني output مثل ما جاي يشوف بالرسم مالته راح يستخدم راح يشغل step 2. زين، حتى أعرف هذا واصلت له أو هذا مأكتف، يعني راح أربطه لـ Q2، أوكي، حتى أعرف أني هسه في حالة الـ OR. زين، زين، حتى اعرف انه اختاريت الترانزيشن 1، زين خلي نربطه للكيو 3، واضح هذا الترانزيشن 1، وشون راح اسوي ترانزيشن باستخدام البوش وتم المنفي اللي هو نورمالي كلوز اللي هو الان سي اللي عندنا، اوكي، باستخدام الان سي اللي عندنا اللي نفيناه صار نورمالي اوبن رجع، راح اسوي الترانزيشن لهذا الستيب، اوكي، فهسه الاور راح اعرف يشتغل الضوء اللون اصفر، والستيب اللي بعدها راح اعرف
اشتغل عندي Q3، وهذا الستيب اقدر اسوي له، راح يسوي لي ري انيشال. اوكي، اذا اشتغل بالترانزيشن تو هذا الستيب، هذا الستيب راح يسوي لي ري انيشال. زين، هذا ما راح دائما يسوي ري انيشال، احتاج ترانزيشن. ترانزيشن ايضا نقدر ناخذه من نفس الانبوت. اوكي، هسه نسوي داونلود، نتبع البرنامج خطوة خطوة. اوكي، هنا عندنا خطأ صار. شنو نسينا؟ نسينا انه نسوي اوتبوت لهذا هذا الترانزيشن. زين، هذا الترانزيشن نقدر ايضا نسوي له ري انيشال. زين، بعد ما نزلنا البرنامج او رسلناه، راح نشوف انه شنو صار عندي. اشتغل عندي الQ1. اوكي، الQ1 لانه اشتغل عندي الانيشال في بداية الداونلود، راح الQ1 يبقى شغال. زين، اذا اسوي ترانزيشن باستخدام البوش بوتوم، راح يشغل لي الاور، هذا الستيب اور اللي هو بدوره راح يشغل شنو؟ الكيو 2. فالستيب اور، اوكي عفوا، ستيب اور اشتغل باستخدام الترانزيشن اللي اجى من الانيشال. اوكي، صار اكتف وشغل لي كيو 2. يبقى الستيب اور ينتظر ترانزيشن 1 وترانزيشن 2. اذا اجى ترانزيشن 1، اوكي، اذا اجى ترانزيشن 1 اللي هو من السلكتر الايمن، راح يشتغل ستيب اخر اللي هو بدور راح يشتغل كيو 3. اوكي، هسه الاكتيف 1 صار على هذا اللي هو ستيب، مجرد ستيب. هذا الستيب اذا صار بي ترانزيشن، راح الدائره تعاد الى الانيشال. اوكي، هسه احنا في هذا الطور، فاذا سويت ترانزيشن لهذا عن طريق البوش بوتوم، راح الدائرة ترجع إلى الانيشال. اوكي، رجع الدائرة الانيشال صارت. هسه خلينا نسوي الترانزيشن 2. اوكي، اول ما نريد نفعل كيو 2، اوكي، المفروض اني في الكونفير او في الخط الانتاجي وصلت الى مرحلة انه احتاج هذا الاور. اوكي، هذا الاور شلون المفروض انتقل اليه؟ عن طريق هذا الترانزيشن اللي راح يجي من بوش بوتوم 1. اوكي، فعلت الاور. هنا الاور باحتمالين، احتمال الاول يتفعل التي 1 واحتمال يتفعل التي 2. فهالمرة راح نفعل التي 2 باستخدام هذا السلكتر. اوكي، هسه فعلنا هذا الستيب. هذا الستيب ما بها اوتبوت، فمثل ما جاي يشوف بالفيديو ماكو فد اوتبوت اشتغل عندي، ولكن هذه هي اللي جاي تحمل الاكتيفيشن، او هي اللي جاي يعني السيكونسر وصل لها لحد هنا. هذا شلون تحولها على الستيب اللي بعدها، اوكي، او شلون ترجعها للانيشال، لازم تستخدم شنو؟ تستخدم الانبوت مالتها وتفعل الترانزيشن مالتها. الترانزيشن مالتها مربوط على شنو؟ النورمالي كلوز، فراح نضغط النورمالي كلوز، الترانزيشن راح يحول للستيب اللي بعدها اللي هي الانيشال. اوكي، هذا مثال على الاور مثل ما شفتوا. تقدر تستخدم هذا النوع من الاور، يعني انا بدل ما استخدم هذا الترانزيشن، اوكي، ممكن اي انبوت يحولني الى الانيشال، يسوي لي انيشال، او ممكن اي انبوت يحولني الى ستيب. اوكي، طبعا الدائرة صارت ما بها فائدة لأنه أنا لغيت مرة، سويت أور ومرة لغيت الأور، ولكن كمثال يعني. زين، هذا أقدر أني أسوي له ترانزيشن باستخدام البوش بوتوم النورمالي كلوز.
واضح؟ وحتى اشوفه راح احطه على كيو 3 هذا الستيب. فهسه اي انبوت يجي من ترانزيشن 1 او ترانزيشن 2 راح ينجمع ويتحول الى ستيب، وهذه الستيب راح يشغل كيو 3. واذا تفعل الترانزيشن مال هذه الستيب راح تنلغي ويصير انيشال. زين هسه تفعل عندي Q1 لانه انا بستيب 1. اوكي راح اسوي ترانزيشن، سويت ترانزيشن هسه انا في الاور. اوكي اي ترانزيشن اسوي الترانزيشن 1 او ال 2 راح ينجمعن ويروحون الى ال Q3. اوكي او لي هذا هذا الستيب. ما دام سوى ترانزيشن بالاي مان ترانزيشن 1 اجتمع هنا بهذا الكونفرجنس وحول لي الى هذا الستيب، هذا الستيب يبقى فعال ما دام ماكو ترانزيشن. راح اسوي ترانزيشن الى حتى يرجع انيشال. اوكي راح نعيد الدائره من جديد ولكن باستخدام الترانزيشن الايسر. اوكي فالحالتين صارت متشابهه لانه واحد جاي يلغي الثاني، ولكن انت اهم شيء تعرف كيفيه استخدامه. في الفيديو التالي راح نعرف دائره الاند، اتوقع صارت واضحه ولكن لا باس اذا ناخذ فيديو عليها. تحياتي.